وجه وزير العدل السعودي وليد الصمعاني بإطلاق المرحلة الثانية من توثيق الجلسات بالصوت والصورة المخصصة لمحاكم منطقة مكة المكرمة. القرار يأتي بعد إتمام المرحلة الأولى التي خصصت لمحاكم مدينة الرياض، وكشفت الوزارة بأن توثيق الجلسات في محاكم الرياض غطى أكثر من 77 ألف جلسة قضائية خلال المرحلة الأولى ولمدة شهرين، حيث عملت الأجهزة الخاصة على توثيق الجلسات في 150 دائرة. ينضم إلينا هاتفيا من الرياض الشيخ محمد المطلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل. شيخ محمد، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. أولا، تقييمكم للمرحلة الأولى، النتائج التي وصلتم إليها، هل تقتصر فقط على هذه الأرقام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك أخي خالد وأحيي المستمعين والمستمعات، وأشكر لكم إتاحة الفرصة. حقيقة عملت وزارة العدل على إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تيسير عدد من الإجراءات التي تمت إتاحتها عبر بوابة نادي الخدمات الإلكترونية، حيث يقوم المستفيد بإنهاء عدد من الإجراءات دون الحاجة لمراجعة المحاكم. وتم لله الحمد أتمتت إجراءات العمل وفق منظومة إلكترونية متكاملة تمت من خلال الربط مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة حتى تم تجشيم مشروع محكمة بلا ورق. ولا شك أن تطوير إجراءات التقاضي يشمل الوسائل والأساليب التي تحقق الضمانات القضائية، ومنها توثيق الجلسات بالصوت والصورة، والتي تسهم في تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي. وقد دشن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة، وبدأ تطبيق المشروع في محاكم مدينة الرياض، حيث تم توثيق أكثر من 77 ألف جلسة قضائية خلال المرحلة الأولى لمدة شهرين في 150 دائرة قضائية. بلغت عدد القضايا التي تم توثيقها في المحكمة الجزائية 45 ألف جلسة، و26 ألف جلسة في المحكمة العامة، و5 آلاف جلسة في المحكمة العمالية. مما تجدر الإشارة إليه أن نظام توثيق الجلسات يعمل على ربط التسجيلات في وقت انعقاد الجلسة من خلال الربط مع نظام ناجز المحاكم لسهولة البحث والاطلاع على القضايا والجلسات المنعقدة. وتتم عملية التوثيق من خلال جمع التسجيلات التي تمت في كل محكمة ونقلها إلى مركز البيانات الرئيسي في الوزارة، والذي تم تهيئته وتشغيله لهذا المشروع. أيضا يتيح النظام البحث عن رقم قضية محددة أو البحث برقم هوية أحد أطراف الدعوة. وتعمل الوزارة أيضا على تطوير رقمية البيانات الخاصة بالجلسات الموثقة. وفي هذه الأثناء صدر توجيه معالي الوزير بإطلاق المرحلة الثانية لهذا المشروع، والتي ستشمل محاكم منطقة مكة المكرمة، ويجري أيضا استكمال تدشين هذه التقنية في عموم المحاكم خلال خطة زمنية محددة. الآن عملية التوثيق شيخ محمد تقتصر فقط على المحكمة الجزائية والمحكمة العامة والمحكمة العمالية، ليش ما تشمل الأحوال الشخصية أو قضايا الأحوال الشخصية؟ تعلم بأنه يعني قضايا الأحوال الشخصية هي التي تكثر فيها دائما الشكاوى من كل الأطراف تقريبا. طبعا توثيق الجلسات بالصوت والصورة هو يشمل جميع المحاكم بما في ذلك الأحوال الشخصية، وتم وضع الخطة الزمنية لإطلاق المراحل التدريجية في تفعيلها في المحاكم، وهي أيضا شاملة لجميع أنواع المحاكم حتى الأحوال الشخصية. الآن يتم توثيق في المحاكم، محاكم الأحوال الشخصية، ولا في مرحلة قادمة؟ نعم، يتم الآن استكمال إجراءاتها حتى يتم توثيقها في هذه المرحلة، في المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية، يعني الآن في مكة المكرمة سيتم شمول، نعم، التوثيق للأحوال الشخصية؟ نعم، في مكة المكرمة والرياض أيضا. جيد. أيضا المرحلة الثانية أصبح هناك توسع كبير في تدشين هذا المشروع، حيث سيشمل ما يقارب 30 محكمة إضافة إلى 650 دائرة قضائية. شكرا جزيلا لك. من الرياض الشيخ محمد المطلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية.